كان عنده حوض كبير وكان فيها سمكتين وانكسر وماتت السمكة الثانية وضلت واحدة. أما هذا هي شايف كيف حتى يعني فخته من جوا من هان أكثر من ضربة. موجود حاليا عندي تقريبا ست إصابات، ونامل انه الكلاب اللي ضايله برا اللي بدها ترجع ان شاء الله على الملجا ما تكونش مصابه. طبعا غير هيك احنا قاعدين بنستقبل كمان حالات في مناطق ثانيه مصابه من الحرب، بعثوا بنروح بناخذها وبعثوا لنا اياها الناس. فعاد رجله طبعا مع الصاوب اكلها صار هان. فترة الحرب طبعا كان في قصف في وين مكان عشوائي، وكنا نجيب الاكل والمية بمعاناة، فيش مية شغالة نجيب لهم عن طريق البراميل، واثناء هذا كان يبقى في ضارب حوالينا واحنا بنجيب لهم الاكل والشرب. يعني بمعاناة كنا نجيب لهم الاكل والشرب، وبنفس الوقت بخوف لانه كان العدوان كان يضرب عشوائي. شرب ولا عناية، وهذه المفروض هسه بترضع مع الام يعني. الشوايا فيها مباشر، رجليها من هان العظم مبين. هذا الكسر في عظمة الفخذ من فوق، من صورة ولا شيء.